العظيم نحن العدد ولقد يعمل وثيقتي بسنة الصف ونحترم القوانين. احمد جلال محمد محمود الاول على دفعتي جامعه جنوب الوادي امتياز مع مرتبه الشرف. طبعا فرحه لا تعادلها شيء الانضمام لمجلس الدوله، والحمد لله دي فرحه اهالينا. طبعا الفرحه بنشوفها في عيون اهالينا دي بتخلينا سعداء جدا، الحمد لله حمدا كثيرا طبعا الانتماء لمجلس الدوله. طبعا كل الشكر على المسؤولين على الاختيار، طبعا تم الاختيار الحمد لله بكل شفافيه. احنا زي ما حضرتك شايف احنا كلنا اوائل الحمد لله، كلنا كنا معيدين في الجامعه الحمد لله، ودي حاجه الواحد سعيد بها جدا 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 الحمد لله. ان شاء الله يعني ان نكون على قدر المسؤوليه ونكون على قدر القسم اللي احنا حلفناه، لانه دي أمانة بإذن الله، ونكون على قدر تحقيق العدالة، ونكون على قدر طموحات الناس وأمال الناس فينا إن شاء الله. محمد سيد زكريا خريج كلية الحقوق جامعة عين شمس، حصل على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف، حصلت على المركز الأول على دفعتي وتعينت معيد في الكلية. وحضرتك هتجد ان اغلب الناس اللي موجودين هنا كانوا معيدين في الكليات وحاصلين على تقديرات عاليه جدا، امتياز وجيد جدا، وده يدل على شيء، فيدل على شفافيه المعايير وشفافيه المعايير في الاختيار. طبعا في الاول وفي الاخر ربنا يعيننا على اداء الرساله، وربنا يعني يعيننا على حملها ويلهمنا الصواب، لان دي مسؤوليه اكتر منها شرف، وشرف اكثر منه مسؤوليه. يعني كل الشكر للقائمين على إدارة مجلس الدولة وعلى رأسهم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل الشكر وكل الشكر للقائمين على تنظيم اليوم الجميل ده اللي كلنا كنا بنحلم بيه من أول يوم دخلنا في الكلية. مصطفى حمدي محمد عبد العزيز قاضي مجلس الدولة. طبعا النهاردة كان من ضمن الأيام اللي أنا بحلم بيها طول حياتي من أثناء مراحل دراستي كلها، وشعور بالفرحة طبعا يعني مش قادر أوصفه، وبعد الشعور ده لوالدي ووالدتي والأهل جميعا، وربنا يقدرني كده دايما وابقى في احسن الاماكن. لا طبعا شعور ده يعني كان حاجه كده، اول حاجه عملتها ان انا سجدت طبعا لربنا، وان انا كانت بالنسبه لي حاجه انا مستنيها وبحلم بيها، يعني حلم من احلام حياتي بعد ما تعييني معيد بكليه الحقوق جامعه بني سويف. كان حلم ان انا اكمل وان انا اتعين في مجلس الدوله، وفي التاخير اخترت مجلس الدوله حسن الحقوق والحريات، وشرف ليا طبعا، شرف لا يضاهيه، شرف الانضمام لحسن الحقوق لهذا الصرح العظيم. لا طبعا يعني كل الشكر والامتنان لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي على الشفافيه في الاختيار، والشكر موصول ايضا لفخامه معالي رئيس مجلس الدوله عادل بك عزب، ونتمنى من ربنا ان ربنا يقدرنا على هذه المسؤوليه وتحمل هذه الامانه باذن الله. سمير عبد الرحيم صبري افندم، اكيد شعور بالسعاده والفخر، وان ربنا الحمد لله وفقنا يعني ان احنا وصلنا للمكانه اللي احنا فيها دلوقتي، وان شاء الله باذن الله نكون عند حسن ظن القياده السياسيه ان شاء الله وسياده رئيس مجلس الدوله. الحمد لله انا كنت حاصل على كليه الاداب قسم اللغه الفرنسيه، ثم انتسبت لكليه الحقوق، حصلت على امتياز مع مرتبه الشرف بترتيب الثاني على الدفعه، استمريت في حلمي وحصلت على درجه الماجستير في القانون ويسبقها درجه الماجستير في اللغه الفرنسيه. حاولت ان انا اطور من نفسي باستمرار بحيث ان انا اقدر اكون جدير بان انا احمل الامانه الخاصه بالعداله المصريه في مجلس الدوله المصري حسن الحقوق والحريات، وان شاء الله مكملين باذن الله مسيره مجلس الدوله في القضاء المصري. الحمد لله هو يعني شعور بالفخر والسعاده، وان هم يعني ربنا اكبرنا في بعد تعب شديد جدا، والحمد لله يعني كان فرحه عارمه الحمد لله في كل الوسط، الاهل والاحباب والاصدقاء. الرئيس